حضرتك شايف ايه في اول يوم في صراع يعني الدستور انا في شايف المدرسة؟ ان من خلال متابعتنا لاخبار الناخبي الشعب على الاستفتاء من كافة المحافظات ان الاقبال مشجع، والاقبال يعني يدل على وعي الشعب المصري وحرصه على ادلاء بصوته في استحقاق هام وحيوي لبناء حاضر مصر ومستقبله. تتوقع زيادة الأعداد يعني بعد الموظفين؟ طبعا أتوقع أن الأعداد مع مرور الوقت هيزداد عن هذا. تمام، تتوقع أن نتيجة الاستفتاء هتوصل لكم في المية؟ يعني نأمل أن هي تزيد عن 75%، نأمل هذا وإن شاء الله ربنا يحقق الهدف. تمام.